في بعض الحجج، معناتها الموقف الأول قد أصاب الموقف الأول في بعض الحجج، ولكن هناك بعض الحجج ناقصة، هناك بعض الحجج غير منطقية، هناك بعض الحجج مشبهة متناقضة وغير واقعية. صح هذا فعلا. ركزوا معي، أول حاجة في النقص كما سبق قدرنا المخطط تاعنا قلنا مع الأول نعيدوه، معناتها الموقف الأول نقولهم فعلا قد أصاب الموقف الأول في بعض الحجج التي تثبت أن مصدر المعرفة هي عقلها العقل. أنا وش قلت هنا؟ قلت لهم صحيح ماذا هذا هي أصاب الموقف الأول؟